يتواصل نفير والنكف القبلي في مختلف محافظات الجمهورية. قبائل جريم والنادرة في محافظة إب أعلنت الاستجابة لداعي الوطن في وجه العدو السعودي ومرتزقته. تتواصل النداءات القبلية للنكف والنفير تضامنا مع أهالي وذوي شهداء اليمن، وعلى وجه الخصوص قبائل خولان الطيال، حيث استجابت قبائل محافظة إب وأعلنت دعمها لجبهات القتال بالمال والرجال أمام غدرسة العدوان القاشم الذي استهدف الأبرياء ودمر البنيات التحتية. الشعب اليمني قادر على المواجهة، مواجهة العدوان مهما كلفه من ثمن، وسننتصر بإذن الله تعالى. ففي يريم أكبر مديريات محافظة إب تداعت القبائل في عزلة عبيدة، تأكيدا منها على أن قبائل اليمن يجمعها هدف واحد وعدو واحد. نحن أبناء عزلة عبيدة نعلن النفير العام والنكف لمواجهة ومجابهة العدوان والمستعمر الخارجي، وسنوقف في وقفة النفير العام ونعلنها إعلانا تاما لمواجهة مواجهة العدوان السعودي بما جرى في الصالة الكبرى. قبائل مديرية السدة والنادرة هي الأخرى احتشدت في ملعب ظفار السدة بعدما احتشدت من كل حدب وصوب لمشاركة قبائل اليمن نفيرهم ونكفهم ضد عدو اليمن الذي عاث فسادا في الأرض وسفك الدماء واستباح الحرمات. سوف نقدم كل ما هو في حوزتنا ومعانا من أولاد ومن أخوان ومن أبناء على حماية الوطن والأرض والعرض، ولن نتردد عن ذلك، ولن يهزنا عدوان السعودية ومن ناصرهم ومن حالفهم. فداء وتضحية واستبسال، كلمة قالها المشاركون في وقفاتهم الاحتجاجية المنددة باستمرار العدوان في ظل الصمت الدولي المخزي، تنديدا بالمجازر البشعة التي ارتكبتها السعودية وأدواتها بحق شعب لا يعرف الهزيمة والانكسار. هناك حدود للصبر من شعب لا يعرف الهزيمة والانكسار أمام عدوان غاشم. لقناة اليمن اليوم، سمير المسكري، مدينة يريم.